الله هنكمل النهاردة باقي هيكل الصف السادس Inspire Science. عندنا هنتكلم عن ال Water in the Atmosphere. ال Water بتغطي مساحة كبيرة جدا من الأرض، أكتر من ال Land Mass أو أكتر من مساحة اليابسة. يعني الماء بتشكل مساحة أكبر من مساحة اليابسة على الأرض. الماء موجود بقى في صورة Oceans, Sea, Rivers, Lakes وهكذا، في صورة متعددة. عندنا عندنا السيستم الكبيرة أو النظام بتاعنا اللي هو الأرث، بيحتوي على 4 subsystems، يعني 4 أنظمة فرعية اللي هم الأتموسفير، البيوسفير، الجيوسفير، والهيدروسفير. يعني احنا عندنا السيستم الكامل اللي هو او السيستم الكبير، النظام الكبير بتاعنا هو الارض، بيحتوي على 4 سب سيستمز. الاتموسفير اللي بيحصل فيه تبادل للغازات، الهيدروسفير ده اللي هو خاص بالجزء اللي فيه الماء، الجيوسفير بيحتوي بقى على الجيولوجيك فيتشرز او اللي هي الفيتشرز الجيولوجية، يعني الصخور، الجبال وهكذا. والبايوسفير هو حيث توجد حياة، حيث توجد حياة أو أي مكان أو المكان اللي فيه حياة، ده اسمه البايوسفير. دي الفور سبسيستم. ازاي الووتر بتنتر دي اتموسفير؟ احنا عندنا دلوقتي زي ما قلنا الاوشن والريفر والليكس والبادلز والسويل وهكذا، كل دي حاجات بتحتوي على ووتر. فعندنا الاوشن، الاوشن هو اكبر نظام بيحتوي على الووتر، اكتر مكان في الارث بيحتوي على الووتر، فهو بالتالي هو الميجر سورس اوف ووتر فيبور. طبيعي ان الشمس بتيجي على الماء ده وتخليه يحصل له ايفابوريشن، بتحول الماء لغاز يطلع في الاتموسفير. يعني الماء في الموجود في الارض بيتحول، بيحصل له ايفابوريشن، يتحول لووتر فيبور او جازز بترتفع في الاتموسفير. فالميجر سورس اوف ووتر فيبور هو الاوشن، لان الاوشن بيحتوي على كميه ماء كتيره، فبالتالي لما طالما بيحتوي على كميه ماء كتيره فهو معرض ان هو يحصل له ووتر فيبور كبيره جدا، فبالتالي هو ده الميجر سورس اوف ووتر فيبور، هو الاوشن المصدر الاساسي اللي هو بخار الماء. عندنا برضو الريفرز والليكس والبادلز، كل دول بيكونوا مصدر للووتر فيبر ولكن اقل من الاوشن. كل الحاجات دي، كل المصادر المياه دي بتشكل حوالي 90% فقط من المياه اللي موجودة في الاتموسفير، 90%. طيب باقي 10%، ال10% دول بيجوا منين؟ يعني الماء بقى الباقي الماء 10% دول بيجوا منين؟ بيكونوا متواجدين من عملية الإكزيل، عملية الشهيق. لما احنا مثلا زي ما الصورة دي كده، بيحصل سيلر ريسبيريشن أو تنفس خلوي. فأثناء البروسيس، أثناء التنفس الخلوي، الفود موليكيولز أو جزيئات الطعام بيحصل لها تكسير، يعني جزيئات الطعام اللي بتدخل أجسامنا بتتكسر لأجزاء أبسط، وبالتالي بيبقى في بتطلع في شكل كربون دايوكسيد والووتر. دول الويستس بتوع عملية السيلولر ريسبيريشن، يعني دول الفضلات بتوع عملية السيلولر ريسبيريشن او التنفس الخلوي، اللي هما الكربون دايوكسيد والووتر. فكده الووتر هائجت من الاكزيل. طيب نيجي تاني بروسيس عندنا بتشارك في 10% المتبقيين من المياه، اللي هو ترانسبيريشن او النتح، عملية النتح في النبات، اللي هو فقدان النبات للماء بتاعه ده. لما الماء ينتقل من الجذر، ماء بيروح الجذر، بينتقل من الجذر للستم للساق، من الساق للأوراق، ومن الأوراق بيحصل له بقى ترانسبيريشن وبينتقل في الأتموسفير أو في الجو. تالت حاجة من بواقي بقى 10% بتاعت الماء هي الإيفابوريتس، الووتر إيفابوريتس أو تبخر الماء. تبخر الماء بقى من اي بودي للووتر، زي الاوشن، زي البادل، اي حاجه. فدي الايفابوريشن بتاعت الماء دي بتدخل في هيئه ماء في الاتموسفير. يبقى كده دي مصادر المياه على الارث. طيب عندنا page 163
هنتكلم عن السولار انرجي اون ايرث، هنتكلم عن الالبيدو والتمبريتشر. يعني ايه الالبيدو؟ الالبيدو دي اللي هي الريفلكتيفيتي اوف ا سيرفيس، يعني الميجر اوف ريفلكتيفيتي اوف ا سيرفيس، هي مقياس الانعكاس، انعكاس الاسطح، مقياس الانعكاس من على الاسطح. يعني ايه؟ يعني لو اسطح لونها لايت كالرد، لونها فاتح، زي ايه؟ زي الايس، زي الايس مثلا، الايس لونه فاتح، اللي هي السيرفيسز او الاسطح الثلجيه او الجليديه لونها لايت، لونها فاتح. واحنا عارفين في درس الكالرز ان الالوان الفاتحه بتعمل ريفلكت للضوء، بتعكس الضوء، لكن الالوان الغامقه بتعمل ايه؟ بتعمل ابزوربشن للضوء اللي جاي من الشمس او الانرجي اللي جاي من الشمس. يعني لو عندنا الشمس واللون فاتح مثلا، الوان فاتحه، اللايت كالرز بتعمل ريفلكت للالوان او للانرجي. طيب الالوان غامقه بتعمل ابزوربشن للانرجي دي. عشان كده دايما في الصيف يفضل ان احنا نلبس الوان فاتحه، عشان الالوان الفاتحه بتعمل ريفلكت للانرجي اللي جايه من الشمس، فبالتالي هتخلي جسمنا يحافظ على ما يسخنش او ما يتعرضش لحراره عاليه. لكن لو لبسنا الوان غامقه زي البلاك، زي البراون وهكذا، كل ده بيمتص الحراره، بيعمل لها ابزوربشن او امتصاص، فبالتالي بيخلي درجه حراره الجسم ترتفع. فهي بالظبط نفس الكونسبت ده هنطبقه على الالبيدو. السيرفيسز اللي عندها لايت كالر زي الايس دي بترفلكت بترفلكت الانرجي بصوره عاليه، يبقى دي عندها هاي البيدو، لان الهاي البيدو بتقيس الريفلكتيفيتي زي ما اتفقنا. طيب لو جسم عنده لو جسم دارك بقى، لونه دارك، دارك زي السويل، السويل او التربة، كل ده بيبقى عنده لو البيدو. لو البيدو يعني بيبقى عنده كمية او الريفلكتيفيتي بتاعته بتكون اقل. تمام اوكي، تعالى نشوف السؤال ده عشان يأكد لنا المعلومة. A snow covered mountain has a، ال snow covered mountain، الماونتنز المغطاة بالسنو او بالثلج بتكون عندها ايه البيدو، هاي اور لو؟ طالما سنو يبقى لونه لايت كالر، يبقى اكيد عنده هاير البيدو. اوكي، ات ويل ريفلكت، ريفلكت ايه، سولار انرجي مور ولا ليس سولار انرجي؟ اكيد بتعمل ريفلكتيفيتي عالي، يبقى بتريفلكت مور سولار انرجي، يبقى عندها higher albedo، يبقى بترفلكت more solar energy، عندها lower albedo بترفلكت less، تعمل reflect less solar energy. بعد كده عندنا solar energy distribution، توزيع solar energy أو الطاقة اللي هي طاقة الشمس على الأرض. عندنا حاجة اسمها الإكويتر واللاتيتيود. يعني إيه الإكويتر؟ يعني إيه اللاتيتيود؟ الإكويتر هو ده اللي الخط، خط الاستواء اللي بيقسم الكرة الأرضية لنصفين، نصف اسمه Northern Hemisphere يعني نصف الكرة الشمالي، و Southern Hemisphere نصف الكرة الجنوبي. مين اللي بيقسم الكرة الأرضية كده؟ الإكويتر أو خط الاستواء. كل ما ارتفعنا عن خط الاستواء ناحية الشمال النورث أو ناحية الجنوب، بنسمي الخطوط دي اسمها Altitude. Altitude دي بتقاس بالدرجات، يعني هنا الالتيتود مثلا 30 درجة ان، ان دي يعني نورث في اتجاه الشمال، دي 60 درجة ان في اتجاه الشمال، هنا 30 درجة اس يعني في اتجاه الساوث الجنوب، 60 درجة اس وهكذا. يبقى كل ما ارتفعنا الى للشمال او الجنوب كده الالتيتود، بنسمي الخطوط دي altitudes وبنقيسها بالديجريز. عندنا المناطق القريبة من خط الاستواء الشمس بتنزل عليها بطريقة تقريبا انجل ديجري او زاوية قائمة تقريبا 90 درجة. فلما تنزل بزاوية 90 درجة بتكون الشمس فوكس ده قوي على الاكويتر او على المناطق القريبة من الاكويتر، فالجو عندها بيكون حرارته عالية جدا. طيب لما نرتفع بقى عند البولز، عند الاقطاب، الشمس اللي جاية من الحرارة اللي جاية من الشمس او الانرجي اللي جاية السولار انرجي بتنزل بأكيوت أنجل أو زاوية حادة، زاوية حادة اللي هي زاوية أقل من 90 درجة، فبالتالي
بيتم توزيع الحرارة اللي بتسقط على النورث بول، بتتوزع على مساحة سطح كبيرة جدا، بتتوزع ما بتبقاش فوكس بقى زي عند الإكويتور، لا بتكون متشتتة متوزعة. فبالتالي بيكون الجو أو التمبريتشر عند البولز اللي هو النورث بول والساوث بول اللي هي القطب الشمالي هنا والقطب الجنوبي، الحرارة عندهم بتكون منخفضة جدا، بيكون الجو عندهم بارد وأغلب السنة بيكون جليد. ليه؟ عشان الزاوية بتاعت زاوية سقوط السولار انرجي عليها بتكون اكيوت انجل، وبتكون متوزعة على كمية كبيرة من السيرفس، فالحرارة عندها بتكون عالية. لكن عند الاكويتور بتنزل بانجل او باللي هي الرايت انجل او زاوية قائمة، فبالتالي بتكون فوكسد، فبتكون درجة الحرارة عندها بتكون عالية جداً. طيب عندنا حاجة اسمها الجلوبال وينز او الرياح العالمية. الجلوبال وينز بتحصل بسبب الكونفكشن او تيارات الحمل الحراري. كل التيارات دي اسمها تيارات الكونفكشن او الكونفكشن كارنتس، تيارات الحمل الحراري. الجلوبال وينز او الجلوبال كونفكشن بتنقسم لثلاث انواع من الويند سيستم. عندنا اول نوع من الويند سيستم او انظمه الرياح، التريد وينز، الرياح التجاريه، الويسترلز والبولر استر اللي هي الرياح الغربيه والرياح الشرقيه. الرياح القطبيه الشرقيه اللي هي البولار استرلز دي بتكون ايه؟ اول حاجه بتكون كولد ويند. الرياح بقى الغربيه بتكون ستيدي ويند، والرياح التريد ويندز بتكون كمان ستيدي ويندز، بتكون رياح مستقره او ثابته. يبقى الوحيده اللي بتكون كولد ويندز اللي هي البولر، لان هي عند البولز. الرياح الشرقيه اللي بتكون عند البولز او عند الاقطاب بتكون كولد ويندز، لان طالما اي حاجه فيها بول، اي حاجه فيها اقطاب عند القطب الشمالي او الجنوبي، دي بتكون ايه؟ دي بتكون رياح كولد او بارده. لكن اللي عند الغرب واللي عند التريد وينز اللي هي الرياح التجاريه دي بتكون ستيدي وينز. طيب الرياح دي بتهب منين بقى؟ بيحصل لها بلو منين؟ بتهب منين؟ الاسترز دي بتهب من الايست للويست، من الشرق للغرب، من اسمها كده من الشرق للغرب. في واحدة تانية بتيجي من الشرق للغرب اللي هي تريد وينز، زيها بتيجي من الشرق للغرب، من الايست للويست. الوحيدة المختلفة عنهم هي الرياح الغربية، بتهب منين؟ من الغرب للشرق. تمام، يبقى كده عندي الثلاث انواع من الوينز اللي هي الرياح الشرقية القطبية والرياح الغربية والرياح اللي هي التجارية. الشرقيه بتكون الشرقيه والتريد الشرقيه قصدي بتكون كولد وينز، الغربيه والتريد وينز بيكونوا ستيدي وينز. طيب بيهبوا منين؟ الاسترليز والتريد وينز بيهبوا من الايست للويست، من الايست هنا للويست. طيب وال prevailing westerlies دي بتهب منين؟ من الويست للايست. طالما هي ويست يبقى من الويست من الويست للايست. طيب تعالوا نشوف مكانهم فين على الرسمة دي. البولر دي عند البولز، خلاص معروفة البولر عند البولز. طيب جاية اهي زي ما احنا شايفين كده من الصورة، جاية من الايست، ده الايست كده وده الويست، جاية من الايست زي ما انتوا شايفين الاسهم اهي، من الايست للويست كده، السهم رايح ناحية الويست، يعني جاي من الايست، من الايست للويست. طيب الرياح الغربية قال لي من عند اللاتيتيود 30 درجة ان، فين ال 30 ان؟ اهو. لستين درجة ان، فين ال 60 ان؟ اهي دي. وكمان من 30 درجة اس لستين درجة اس. 30 ان دي يعني 30 في اتجاه الشمال وستين في اتجاه الشمال، وتلاتين في اتجاه الغرب وستين في اتجاه قصدي الجنوب وستين في اتجاه الجنوب، يعني المنطقة دي والمنطقة دي، دي اللي هي ايه؟ الرياح الغربية. تمام، طيب الرياح بقى تريد وينز او الرياح التجارية
اللاتيتيودز بتاعتها فين؟ من عند 30 درجة ان. تعالوا نشوف فين 30 درجة ان. 30 درجة ان اهي، ليه 30 درجة اس. 30 درجة اس اهي، يعني دول الحتت دي كده، دي اسمها التريد وينز او الرياح التجارية. جاية منين اهي؟ شايفين الاسهم جاية من الايست للويست زي ما اتفقنا، من الايست للويست. مين الوحيدة اللي رايحة من الويست للايست؟ اهي دي اللي هي الرياح الغربية، جاية السهم بتاعها جاي من ال جاي من الايست للويست اهي، من الويست قصدي للايست، يعني على حسب الاسهم فانا بعرف. طيب هل اتلخبطت؟ اعيدها تاني، انا ممكن اعيدها تاني مفيش مشكلة. عندنا 3 انواع من الويند سيستمز او اللي هي انظمة الرياح، عندنا الرياح الشرقية، رياح غربية، ورياح تجارية. الرياح الشرقية cold winds، يعني شرقية قطبية cold winds، موجودة فين؟ موجودة هنا عند البولز. بتحصل لها فلو منين؟ بيحصل لها فلو، نمشي مع الاسهم هنا زي ما اتفقنا، هنا الايست وهنا الويست وهنا النورث وهنا الساوث. فالبولر الرياح الشرقية القطبية اهي جاية من الايست للويست، تمام، وكمان اللي فوق جاية من الايست اهي للويست. طيب تاني نوع اللي هو الرياح الغربية، دي بتكون ستيدي وينز، رياح ثابتة او مستقرة، اللاتيتيود بتاعتها 30 ان ل 60 ان، هنا 30 ان ل 60 ان، و 30 اس ل 60 اس. بتهب منين؟ هنمشي مع الاسهم وهنعرف. بتيجي من الويست للايست، رايحة ناحية الايست، رايحة ناحية الايست، السهم رايح ناحية الايست، يعني جاي من الويست رايح للايست، وهنا كذلك اهو رايح ناحية الايست. طيب الرياح بقى عندنا المتبقية اللي هي الرياح التجارية، شاملة الحتة دي كلها من 30 ان ل 30 اس، وجاية منين؟ يلا نشوف في الاسهم، بيحصل لها فلو from east to west. برافو كده، from east to west. دول الثلاث انواع من ال wind system. بعد كده density currents او تيارات الكثافة. لو قارنا ما بين الماء، المياه المالحة والمياه اللي هي السولت والفريش ووتر، المياه السولت بتكون كثافتها عالية، اعلى من الفريش ووتر اللي هي المياه العذبة. طيب وكمان المياه اللي هي كولد او باردة كثافتها اعلى من الوارم ووتر. يعني انا لو عندي ووتر عندها، لو عندي سولت وكولد ووتر، دي اعلى دنسيتي فيهم، اعلى كثافة، تمام. ولو عندي فريش ووتر، فريش ووتر اند وورم ووتر، دي اقل دنسيتي، دي هنا لو دنسيتي، يبقى هنا مور دنس وهنا لو دنس، تمام. بعدها السولت، يعني ما بينهم بقى السولت والورم والفريش والكولد، بيبقوا ما بينهم هما الاثنين، بس انا المفروض اكون عارفه، اكون عارف ان اعلى كثافه عندي، اعلى دنس عندي المياه المالحه والبارده، واقل كثافه هي المياه العذبه والمياه الدافئه. المياه اللي كثافتها عاليه او الهواء اللي كثافته عاليه ايا كانت، بيحصل له سينكس، يعني بينزل للاسفل لان الكثافه عاليه. تخيلوا انتوا ماسكين مثلا كتاب وماسكين بالونه، انهي فيهم كثافته عاليه؟ الكتاب بالظبط. فلو انتوا سيبوا كده الاتنين من ايديكوا، سيبوا البالونه والكتاب، هتلاقوا الكتاب وقع على الارض بسرعه جدا، انزلق لاسفل، حصل له سينكس، وقع لتحت، هتلاقوا البالونه ايه، طارت للاعلى او فضلت يعني في الهواء كده شويه. ليه؟ لان كثافتها قليله، فلما كثافتها قليله بيحصل لها ريزس او بترتفع. يبقى انا عندي لو الجسم كثافته كتيره يبقى بيهبط لاسفل، بيحصل له سينكس. لو الجسم كثافته
مرتفعة أو كثافته قليلة يبقى بيرتفع لأعلى، لأعلى بيحصل له رايزس. تمام. فالاختلاف ما بين في الدنسيتي ما بين الووتر، ما بين السالينيتي والكولد ووتر وما بين الورم ووتر، ده بيعمل كارنتس أو تيارات، تيارات في تيارات المياه. الماء البارد والمالح بينزل لأسفل، والماء الساخن بيرتفع لأعلى، وهكذا. الماء الساخن اللي ارتفع لأعلى هيبرد، هيبقى كولد، وبعدين ينزل لأسفل تاني، والماء اللي تحت هيرتفع لأعلى تاني، وهكذا. اللي هيحصل بقى current او density current اللي هو كثافة او تيارات الكثافة. تيارات الكثافة هي vertical movement، حركة رأسية للwater بسبب ال differences in density، حركة رأسية للwater بسبب الاختلاف في الكثافة، دي ال density current. هنا بيقول at surface water as surface water gets colder and saltier، يعني كل ما كانت colder وكل ما كانت مالحة بتبقى more density، more dense، أكتر من المياه اللي في الأسفل. تمام. فلما تكون more dense بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها sinks، بتنزل بقى لأسفل زي ما احنا شايفين كده في الصورة. بعد كده عندنا حاجة اسمها fronts. الفرونتس دي هي إيه؟ هي نقطة التقابل ما بين الـ air masses. يعني ايه الـ air mass؟ الـ air mass هي كتلة من الهواء، كتلة كبيرة جدا من الهواء. لما بتروح في مكان، في أي مكان، لو الكتلة الهواء دي باردة بتخلي المكان أو المنطقة باردة، لو الكتلة دي سخنة أو warm بتخلي المكان أو المنطقة warm. فهي الـ air mass دي أو الكتلة الكبيرة من الهواء بتغير في درجة حرارة المنطقة اللي هي رايحة فيها. طيب ايه بقى الفرونت؟ الفرونت هي لما اير ماس، كتلة هواء تقابل كتلة هواء تانية، المنطقة اللي ما بينهم بقى بنسميها فرونت او جبهة. يبقى الفرونت هي مكان ما بين تو اير ماسز، وهنا اير ماس، والمنطقة اللي ما بينهم بنقول عليها فرونت. طيب عندي انواع او كذا نوع من انواع الفرونت. عندي اول حاجة كولد فرونت او الجبهة الباردة، دي بتحصل امتى؟ بتحصل لما cold air mass تروح تقابل warm air mass. ال cold air اهي رايحة ناحية ال warm. ايه اللي بيحصل؟ ال cold احنا لسه قايلين سواء الماء البارد او الهواء البارد بيحصل له ايه؟ بيحصل له sinks، يعني بيهبط لأسفل، والهواء الساخن او الماء الساخن هما الاثنين بيسري عليهم نفس القانون. فالهواء الساخن او الماء الساخن بيعمل ايه؟ بيحصل له rises، بيرتفع لأعلى. يبقى لما front او cold air يروح يتقابل او يعمل meeting مع warm air، ال cold air بيهبط لأسفل وال warm air بيرتفع لأعلى زي ما انتوا شايفين كده. فال warm air بيكون ايه؟ بيكون clouds او سحب. تمام كده؟ يبقى دي الكولد فرونت. الورم فرونت بقى مين اللي بيروح يقابل مين؟ الورم هي اللي بتروح عند الكولد، الورم بتروح تقابل الكولد. الورم زي ما قلنا less dense، كثافتها قليلة، والكولد كثافتها عالية. فمين اللي كثافتها عالية؟ الكثافة العالية قلنا هتهبط لأسفل، هتنزل لأسفل، والكثافة المنخفضة يعني خفيفة، حاجة خفيفة، فهتحصل لها rises، هترتفع لأعلى. فلما الورم اير يرتفع لأعلى عشان كثافته خفيفة، فبالتالي هيكون كده حاجة اسمها وايد بلانكت اوف كلاودز، حاجة يعني كلاودز كده عريضة كأنها بتغطي منطقة كبيرة جدا من السماء. لكن هنا كانت كلاودز عادية ما بتغطيش منطقة عالية، لكن هنا بقت شبه البلانكت كده، شبه الغطاء اللي بيغطي السماء. دي الوارم فرونت. بعد كده عندنا ستيشنري فرونت. ستيشنري فرونت اللي هي جبهة ثابتة. جبهة ثابتة بتحصل امتى؟ دي لما تكون الـ air masses بتكون ثابتة، تكون ثابتة، ما حدش بيروح يقابل حد، يعني ما حدش بيروح لحد، فبالتالي ولا الـ cold air بقى ولا الـ warm air، وهكذا. بتفضل ثابتة كده لعدة أيام. بيتكون ايه؟ بيتكون عندي clouds، وبعدين يبدأ يتكون light rain، مطر خفيف. ماشي. الـ occluded بقى
الاكلودد لما اللي بيحصل كولد فرونت، الكولد فرونت او الكولد اير بتتحرك بسرعة جدا ناحية الوارم فرونت. الكولد كده بتتحرك بشكل سريع ناحية الوارم فرونت. لما الفاست موفينج كولد بقى، لما الحركة السريعة للكولد فرونت دي catches up with a slow moving warm up، لما يحصل لهم catching up مع بعض بيتكون الاكلودد فرونت. بيتكون الاكلودد فرونت، الاكلودد فرونت بيتكون لي ايه؟ بيكون لي precipitation، هطول الامطار. يبقى احنا بادئينها بالتدريج، اول حاجة كونت لي clouds، تاني حاجة كونت لي blanket of clouds، الكلاودز بدأت تكبر شوية، بعد كده كونت لي cloud plus light rain، لان طبيعي طالما في cloud يبقى في rain، في مطر. طيب بعد كده كونت لي ايه؟ مطر بقى تقيل، مطر المطر اللي هو الهطول، هطول المطر ده يعني مطر بغزارة اللي هو precipitation. تمام كده هنتوقف لحد النهاردة ان شاء الله، لسنا جزء اخر جزء بقى من شرح الهيكل ان شاء الله هخلصه وانزله لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات.